بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آمين يا سميع يا هادي. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعما نوال. ناخذ آية 139. يخاطبنا ربنا وينصحنا ويشجعنا على ماذا؟ ولا تهنوا، خلوا حد يغلبكم. وهذه ميزة عبر التاريخ كله للمؤمن، وإن كان عددهم قليل وعدتهم كذلك ضعيفة. ولا تهنوا ولا تحزنوا، زاد ما ذماش حزن، عارفش نحزن، تعالى في جهات وعارفين طريق. والنبي عليه الصلاة والسلام وقت اللي يجي من أصحابه يقول له إني أحبه، أنا النبي عليه الصلاة والسلام يجي صحابي رضي الله عنه يقول له يا رسول الله إني أحبه، فيقول هيئ نفسك للفقر والمتاعب. معنى الحديث، إذا نحن مش طالبين شربة ماء باردة منعشة ولا بقلاوة ربما اللي يصنعها وخبير غير طيب غير نظيف، وبرا عاد السكر يزيد ولا وقاعد الشيء هالتلاميق هذا في المأكولات الحرام زادت في نسبة الإصابة بالسكري، وليس بالسكري بل هو السم الخبيث، يعني ما يظهر إلا في بعد ما يدمر الخلايا والأجهزة، نسأل الله السلامة.